نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام ومستمرين معكم في حديثنا المسائي. إذا نحن نفتح اليوم ملف المختطفين والمخفين قسرا في سجون الميليشيا ونتحدث عن مدى تواجد الحكومة الشرعية في هذا الملف، هل هناك تقصير من قبلها أو لا؟ ومعنا هنا في الاستوديو السيدة لطيفة علي للحديث عن هذا الموضوع، وكذلك السيد عادل الذبياني الناشط الحقوقي. والآن تنضم معي عبر الهاتف السيدة أم أحمد من رابطة أمهات المختطفين. نرحب بك سيدتي أم أحمد معنا في حديث المساء. مساء الخير للجميع. مساء الخير. إذا بداية نريد أن نعرف منك سيدتي أم أحمد، ما آخر التطورات بشأن هذه المحاكمات التي تقوم بها الميليشيات وآخر التطورات في هذا الملف؟ في ملف المحاكمة أقل ما يوصف أو أقل ما توصف بهذه المحاكمة أنها محاكمة إجبارية. جلسة اليوم ألغيت ولم يتم إحضار المختطفين إلى قاعة المحكمة، وأيضا تغيب القاضي. ويوم أمس أحضروا المختطفين إلى داخل القاعة وحضر المحامون والأهالي وتغيب القاضي. بشكل هزلي تدار هذه المحكمة، وخاصة بعد قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم شرعية هذه المحكمة الجزائية المتخصصة ونقلها إلى مأرب وإحالة القائمين عليها إلى التأديب. يعني خاصة بعد هذا التطور أصبحت المحاكمة أكثر هزلية مما كانت من عليها في السابق. المحاكمة كل ما فيها أن جماعة الحوثي تريد تجميل وجهها وأنها تقوم بمحاكمة علنية لأولئك المختطفين الذين اختطفتهم من بيوتهم ومن مقر أعمالهم، وأنها ليست متهمة بإخطائهم قسرا وتعذيبهم وعدم إحالتهم للمحاكمة بطرق قانونية. كل هذا فقط لتجميل وجهها بهذه المحاكمة، ولكن إجراءات المحاكمة نفسها تدين جماعة الحوثي أكثر مما لو لم تعرضهم على محاكمة. نعم، طب استغل تواجدك معي سيدة أم أحمد ونريد أن نعرف، يعني تحدثتي ووصفتي ما يجري الآن بالمهزلة الآن من قبل الحكومة، عفوا من قبل الميليشيات الحوثية من خلال هذه المحاكم. الآن هل تواصلت معكم جهات معينة دولية أو حتى من قبل الحكومة الشرعية إزاء هذا الملف، إذا يعني هذه المحاكمات التي تجري الآن في العاصمة صنعاء؟ القضية 36 المعروفين حاليا أمام المحكمة نالت الكثير من الاهتمام من اهتمام المنظمات الدولية، يعني المبعوث الأممي، لجنة الخبراء ولجنة التحقيق، أيضا المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كثير من المنظمات اهتمت كثير بموضوع المحاكمات، لانه كما ذكرت لكم جماعه الحوثي كانت تريد بذلك تجميل وجهها امام هذه المنظمات وامام هذه الواجهات. نعم. فالرابطه تواصلت مع هذه المنظمات وبينت لهم ما اوجه القصور وما اوجه الظلم الذي تعرضه هؤلاء المختطفين، التعذيب الذي نالهم، فترات الاخفاء التي وصلت الى سته اشهر واكثر من سته اشهر. نعم، يعني هذا الاهتمام انه الاعتراف على انفسهم تحت التعذيب. يعني الرابطة تواصلت مع هذه الجهات كما تحدثتي الدولية وبدأ هناك اهتمام، هل تترجم هذا الاهتمام إلى شيء معين؟ هل فقط طلبوا منكم معلومات موثقة أم ماذا؟ يعني كيف يعني نترجم هذا الاهتمام سيدة أم أحمد؟ في الغالب هذه المنظمات لا تظهر نتائج عملها أو نتائج تواصلها، لكن نحن نأمل أن تكون قد مارست الضغط على جماعة الحوثي من أجل إنهاء هذه القضية والإفراج عن هؤلاء المختطفين، يعني الذين اختطفوا بدون أي مشروع قانوني وقدموا للمحاكمة هزلية كهذه. نعم، هل ربما نريد أيضا أن نستفسر منك عن أوضاع الآن المعتقلين والمخفيين؟ ربما نحن نتابع الأخبار أن هناك ربما جهود تبذل يعني الإفراج عن معتقلين مع حلول شهر رمضان المبارك، هل هناك بوادر لهذا الموضوع؟ أيضا هل يسمح الآن لأمهات المختطفين وأزواجهم لرؤيتهم؟ هل تم تحسين ظروف الاعتقال بشكل أكبر سيدة أم أحمد؟ مع الاسف يعني تصلنا الاخبار من داخل السجون انه لا تحسين لظروف الاحتجاز داخل هذه السجون. وصلتنا مؤخرا رساله من الامن السياسي تصف الوضع المهين للسجناء داخل هذا الجهاز، امتهان كرامتهم من خلال منعهم من دورات المياه سوى دقيقه واحده في اليوم او دقيقتين فقط، ويفتح عليهم الابواب خلالها التجويع المتعمد للسجناء، حرمانهم من الشمس، حرمانهم من التهوية، حرمانهم من الزيارات ومن إدخال الطعام إليهم،
هذه كلها من هذا أضف إلى ذلك التعذيب والضرب والإهانات التي يتلقونها، هذا فقط في سجن الأمن السياسي، أما في السجون السرية فيمارس أكثر من ذلك بكثير. نعم سيدة أم أحمد، أنا أشكرك شكرا جزيلا لانضمامك معي أم أحمد من رابطة أمهات المختطفين، شكرا جزيلا لك سيدتي. وبالعودة إلى السيدة لطيفة علي، إذا يعني تابعنا معك يعني ما يجري الآن في العاصمة صنعاء، هناك محاكمة الآن تجرى لهؤلاء المختطفون 36، كيف أولا تنظرين إلى يعني هذه المحاكمات؟ ما الذي تريده الميليشيا من هذه المحاكمات التي تجرى وصفتها أم أحمد بالهزلية؟ هل يريدون يعني الهروب من الجريمة التي يقومون بها، ولماذا إلى القضاء؟ أساسا لا يجوز إطلاق عليها محاكمة، لأن المحاكمة تتم عبر الدولة، وبالتالي هذه جماعة ومتمردة وعصابة خارجة عن القانون، بالتالي هذه ليست محاكمة، إنما هي إجراء شكلي تجميلي لا أكثر لا أقل، وهو حتى لا يجملها إنما يقبحها، لأنه بالأساس أصلا هناك مختطفين، هناك أناس تحت التعذيب، فكيف لنا أن نقول أن هذه محاكمات؟ فالجريمة هذه تثبت ذاتها بذاتها. الجماعة الحوثية كونها لا تولي للمجتمع الدولي ولا المجتمع الإقليمي ولا المجتمع المحلي أي اهتمام، بالتالي هي تمارس كل قبحها من انتهاكات، من قتل، من اختطاف، من تعذيب، بعيدا عن سواء كان مرئيا أو مخفيا، لأنها لا تعني العصابة، لا يعنيها المجتمع الدولي ولا يعنيها القوانين الدولية ولا المواثيق الدولية. إذا كانت دولة، الدولة لها سمعتها الدولية، الدولة تعنى بالقوانين والمواثيق، بالتالي هذه ليست محاكمات. نعم، ربما الآن يعني صدرت حتى من هذه يعني المحاكم يعني صدرت هناك أحكام بالإعدام الآن، يعني تحدثت سيدة أم أحمد أنه ربما هناك اهتمام من بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومن السيد كما تحدثت يعني سيد جريفيث، ولكن هل يستطيعون أن يوقفوا هذه الأحكام أو توقفها؟ يعني كيف سوف يعني يتعاطون مع هذا الملف؟ لا شك أن المنظمة الدولية لها مهمة وظيفية تقوم بها، من ضمن هذه المهام الوظيفية أنها تمنع الإجراء الإعدام خارج القانون، وهي تنظر، وكما نعرف جميعا أن هذه المنظمات، أن هذه الجماعة هي جماعة غير معترف بها شرعيا، وبالتالي كل ما يصدر عنها هو غير شرعي. كون هذه المحاكمات تتم من هذه العصابة، فبالتالي لن يقبل بها المجتمع الدولي ولا المنظمات الدولية. هذه المهمة الوظيفية التي تقوم بها المنظمات الدولية ستقوم بما يجب أن تقوم بها من رفض أو من وإدانة هذه الجرائم، لكن لأي مدى ستترجم كما قلت على الواقع، هذا ما يجب أن يتم متابعته من المعنيين أنفسهم، حكومة شرعية ومنظمات محلية. ونشاط مدني أو حراك مدني. جميل، دعني نعود الآن للسيد نبيل، عفوا للسيد عادل الذبياني المحامي والناشط. سيد عادل، تحدثت السيدة لطيفة أنه يعني الآن يعني نتوقع أن يكون هناك اهتمام من قبل الشرعية وأيضا من المنظمات الدولية بخصوص هذا الجانب، هل باعتقادك الآن سوف نشهد هناك اهتمام بحيث أنه يتم الالتفات إلى هذا الملف، وأيضا هذه الأحكامات التي يعني تقوم بها الميليشيا من خلال هذه المحاكمات الهزلية في صنعاء، هل باعتقادك سيكون هناك تجاوب الآن يلبسه المختطفون والمخفيين على أرض الواقع؟ لا شك أن حكومة الشرعية بمعترفها دوليا ودينيا وحليا واجب عليها أن تقوم به. والإحساس الذي ينبغي ويجب وجوبا عليها بأن تقوم به هو على الأقل تشكيل وتخصيص وزارة خاصة تسمى وزارة خاصة بالمخططين والمخفيين كثرة. إذا كل الحدائب الوزارية ما عندهم في عمل، هذا هو أهم وزارة في اعتقادي يتم استحداثها، هي قضية القوى المعتقلين، وتكون هناك عمل منظم حتى أن يتم إدراجهم في بلدات هنا وهناك، وخلصوا الذي يتم اعتقالهم من البيوت مع تبادلهم ويتم تبادلهم بأسرى، وهذا يعني يحتاج أن ينبغي الخلط بين المعتقل وبين الأسير. إذن على حكومة الشرعية واجبات يجب أن تقوم بها نعم سيد عادل، وتعنى بقضية المعتقلين. نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا. نعم يبدو أن هناك مشكلة بالصوت، عموما أنا أشكرك وأشكر تواجدك معي، ونكتفي بالقدر هذا معك سيد عادل الذبياني المحامي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. سيدة لطيفة، يعني حاليا يعني في البداية تحدثنا أنه الآن ربما المواطن الآن يشكو من
يعني جانبين الآن، جانب الحكومي الآن ربما مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، هناك أيضا معتقلين ومخفيين قصرا، وأيضا من قبل الميليشيا ومناطق سيطرتها، فبالتالي كيف تقيمين هذا الموضوع؟ يعني هل باعتقادك أنه من فشل إلى فشل ومن يعني مأساة إلى أخرى في جميع يعني المناطق؟ للأسف الشديد أنه حدث خلل وانحراف في مسار قيادة التحالف. تفضلي. كما قلت أنه حدث انحراف لمسار أداء التحالف في داخل اليمن. التحالف أتى لإسناد الشرعية، التحالف أتى لتخليص الشرعية من الميليشيا، فأصبح الآن هو عائق أمام استعادة أمام عودة الشرعية إلى داخل اليمن. أصبح أحد الأسف الشديد أن هناك سجون سرية لأحد الدول في المناطق المحررة. نعم. يعني أصبح المواطن في مواجهة جبهات متعددة، يعني لم يعد الحوثي هو العدو الأبرز لنا، وهذا مؤسف جدا أن نقوله. إذن هنا مسار الشرعية يجب أن يعيد تأثيث وتنظيف الشرعية من أول وجديد، يعيد تأهيل الشرعية بحيث أنها تقف تقف إلى جانب نفسها. يعني صحيح. الشرعية الآن بحاجة إلى إعادة ترتيب نفسها، على ترتيب أوراقها. صحيح. أوراقها حول مشروع وطني واستعادة السيادة الوطنية والسيادة والقرار السيادي لليمن. نعم. يعني لو أختم معك سيدة لطيفة الآن، هل ترين أنه ربما بعد داخلين على السنة الرابعة الآن وهذا الموضوع سوف يتم الالتفات معه، هل تلمسين ربما هناك تجاوب من قبل جهة معينة؟ نلاحظ ربما هناك يعني من قبل وزير حقوق الإنسان، يعني نقرأ من الفترة الأخرى أنه ربما هناك لجان أو حتى يقوم بتصريح معين، هل ربما هناك بداية للاهتمام بهذا الموضوع وإعطاه حقه في هذا الجانب؟ دعني أختم أماني، ليس بملف المعتقلين، فهو أحد الملفات التي ستظل عالقة مثل الملفات. دعنا نخاطب من هذا المنبر، ربما يصل صوتنا إلى الحكومة الشرعية، نقول فخامة الرئيس، نقول رئيس الوزراء، نقول الحكومة الشرعية يعني انقذوا اليمن مما يحدث الآن، 4 سنوات والشعب إلى من أسوأ إلى أسوأ. الحرب التي قضت على 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 كل ما على كل طموحات وآمال الشباب في ثورة قامت من أجل تصحيح مسار ما كان 33 عاما من خراب، الآن بعد كل هذا الخراب ل 33 عاما لنا 4 سنوات ونحن في مازلنا إلى الأسوأ وإلى الوراء. يجب على الحكومة الشرعية أن تستعيد قرارها السيادي، يجب أن تعود إلى داخل الوطن، يجب أن تستعيد مشروعها الوطني. هذا ما يمكن أن ينقذ جميع الملفات، ليس ملف المعتقلين فقط وإنما جميع الملفات العالقة وجميع طموحات اليمنيين. جميل جدا. ربما بهذه المناشدة سيدة لطيفة نختم هذا البرنامج، وأشكرك وأشكر تواجدك معي هنا الليلة سيدة لطيفة علي الناشطة الحقوقية والسياسية. شكرا جزيلا لك سيدتي، وكذلك نشكر كل من انضم معنا، سيد عادل الدبيان المحامي والناشط الحقوقي، وكذلك سيدة أم أحمد من رابطة أمهات المختطفين. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.